شكرا سيد. نقطة أخيرة سيد الرئيس، وهي واحد المسألة اللي كتسبب في ضعف مؤشر الثقة في بلادنا، وهي مسألة ديال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبلادنا دوزت مخططات متعددة لإصلاح منظومات التعليم اللي مشات فيها ملايير بدون محاسبة، وهنا بغيت نتكلم على المخطط الاستعجالي واللي دار فيه تقرير. واش داك التقرير درناه باش نديرو التقرير ونحطوه؟ كيفاش في التقرير كان مفروض اننا خاصنا نبنيو 1164 مؤسسة، يلا تبلات 286، يعني يلا 25%، 43 مليار درهم فين مشات؟ من النتائج ديال هذا المخطط الاستعجالي انه كاين اختلالات في تدبير الداخليات، في تدبير المطاعم المدرسيه، ان الهدر المدرسي تزاد، ان الاكتظاظ تزاد. واش هذا كان مخطط استعجالي للاصلاح ام مخطط استعجالي للفساد؟ لان شفنا فيه غير الفساد الى يومنا هذا، وبغينا نتائج وبغينا تفعيل التقرير المتعلق بهذا الموضوع. شكرا سيده النائبه. الكلمه للسيد الرئيس هشام المهاجري، تفضل سيدي. نعم، ما كنا في الحكومه سيده النائبه المحترمه. اذا سمحتي السيده النائبه.